من أجل ترسيخ الحوار الثقافي يستقبل المغرب من جديد تظاهرة فيلم فورورد. الدورة تنظمها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بالمغرب ومعهد ساندانس، وتنطلق من الرباط في جولة تشمل 6 مدن مغربية. أم هاني بزاز وعبد العلي عياد. فيلم فورورد بالمغرب للسنة الثانية على التوالي بعد النجاح الذي حققته الدورة السابقة، تجربة سينمائية أمريكية لتدعم أسس الحوار الثقافي شملت المغرب إلى جانب فرنسا، كولومبيا، الهند والصين. بناء علاقات متينة بين شعوب يقوم أساسا على التبادل الثقافي ومعرفة الآخر، وهذا يتأتى من خلال السينما التي تعكس الواقع الأمريكي، وأكثر إذا تعلق الأمر بالسينما الوثائقية. معهد ساندانس الأمريكي الذي اتخذ من السينما قنطرة تربط بين الشعوب عاد هذه السنة بفيلمين جديدين وبرمجة متنوعة موجهة أساساً للشباب. نحن هنا بالمغرب للمرة الثانية، اصطحبنا معنا فيلمين وثائقيين جديدين في إطار برنامج فيلم فورورد. البرنامج الذي يجعل الفيلم جسرا يصل بين الثقافات ويمكن من فهم الآخر والقبول بالاختلاف. كل يعرف بأن الفيلم الأمريكي ينتج للسوق التجاري، إلا أن التجربة الآن اللي خاضها الأمريكيين تجربة فريدة من نوعها، لأنهم يروجون للفيلم التسجيل الوثائقي الذي يعرف بالحياة داخل أمريكا والذي يعالج قضايا مختلفة ومتنوعة، مثل القضية التي سيعالجها الفيلم اليوم حول الأطفال الصينيين الذين يربون وتتبناهم عائلات أمريكية. السينمائيان الأمريكيان مايك كاهيل وليندا جولدستاين سيجمعهما بجمهور فيلم فورورد بمختلف المحطات نقاش مفتوح حول فيلمي الدورة اللذين يعدان أحدث أعمالهما الوثائقية، يصوران جوانب جديدة من الحياة بالولايات المتحدة الأمريكية.